عن لعيبه منتخب السنغال، عايز اتكلم عن خط هنتناقش فيها. لكن لو جبت قلنا بس من حيث الارقام وقبل ما نبدا بالتفصيل عن منتخب السنغال، خلينا نتكلم مواجهات مصر مع السنغال كان شكلها ايه. يمكن احنا عندنا هنا التاريخ بيقول ان كل او المواجهات المباشره بين مصر والسنغال في كل البطولات الفترات اللي فاتت كان عدد المباريات 12 مباراه، فازت مصر في 6 مباريات من ال 12 وفازت السنغال 4 مباريات وتعادلوا مرتين. اهداف مصر في السنغال 8 اهداف، واهداف السنغال في المنتخب المصري كانت 6 اهداف. يعني هنا في المواجهات المباشره الحمد لله كل الامور تصب لصالحنا، وان كان انا عارف ان ممكن تكون التاريخ ملوش علاقه بالواقع او بفكره ان انت حتى ده مش مقياس انك تقيم بيه المباراه، لكن احنا برضو فرصه نستعرض طالما بنتكلم على الارقام. لو اتكلمنا في كاس الامم الافريقيه تحديدا، الماتشات اللي اتلعبت ما بين مصر والسنغال كان 4 مباريات، مصر فازت في 2 وما تعادلوش ولا مره، والسنغال فازت في 2. اهداف مصر متعادلين فيها 3 اهداف للمنتخب المصري و3 اهداف لمنتخب السنغال، دي في المواجهات اللي كانت في كاس الامم الافريقيه في الفترات اللي فاتت. طب تفاصيل المواجهات بقى اللي كانت في كاس الامم الافريقيه اللي قلت لحضراتكم عليها اللي هي 4 مرات، كانت في 1986 طبعا كاس الامم الافريقيه اللي كان موجود في مصر، كان في الدور الاول ومصر خسرت من السنغال 1-0، وكانت كمان المواجهه اللي في الدور الاول في كاس الامم الافريقيه سنه 2000 مصر عرفت تكسب 1-0 كان جاب الهدف حسام حسن. 2002 الدور الاول مصر خسرت من السنغال، البطوله دي كانت في مالي، مصر خسرت من السنغال 1-0. 2006 نصف النهائي في اللي كانت المقامه في مصر هنا، ومصر عرفت تكسب السنغال 2-1 واللي جاب الاهداف احمد حسن وعمرو زكي. فرصه بقى نستغل ان انتوا موجودين معانا، قول لي كمحلل شايف ارقام ماتش مصر والسنغال اللي فاتت ازاي، وشايف مردودها ايه ممكن على الماتش الجاي. هاخد رايك الاول شادي بعد كده اخد راي عطيه. والله منتخب السنغال بدأ البطولة بشكل شاحب زي ما بنقول، وما قدمش أفضل مستوياته، يمكن صعد للدور الثاني بعد ما سجل هدف وحيد كان من ضربة جزاء في أول مباراة، وما شفناش النجوم منتخب السنغال. يعني الفريق عنده أسماء تقدر تلعب في أكبر الأندية الأوروبية، وهي بالفعل بتلعب في أفضل الأندية الأوروبية، ولكن الأداء اللي احنا شايفينه في الملعب لا يوازي قيمة النجوم اللي كانت موجودة. يمكن كان في البدايه في بعض الغيابات بسبب الكورونا واصابات اخرى، ولكن المنتخب مع مرور الجولات او يمكن بعد الصعود كمان شفنا تحسن نوعا ما في اخر مباراتين. يمكن لو بنتكلم عن مباراه بوركينا فاسو، منتخب كان قدمه مستوى هجومي جيد جدا برغم ان بوركينا كانت ممكن ترجع في المباراه. ولكن خلينا نتكلم برضو ان منتخب السنغال ما قابلش اي منتخب من القوى العظمى في افريقيا، يعني حتى لو منتخب بوركينا فاسو صحيح من منتخبات اقواهم، ممكن اقواهم طبعا، ولكن ما نقدرش نقول هو مش زي كوت ديفوار، مش زي نيجيريا، مش زي المنتخبات اللي المرشحه للقب. فبالتالي انا من وجهه نظري لسه المنتخب السنغالي لم يتعرض لاختبار حقيقي وجاد، يعني تقدر تقول بقى عليه لا احنا كده شفنا الوجه الحقيقي للمنتخب السنغالي، ولا منتخب قوي او منتخب فيه مشاكل او لا. ويمكن يعني انا بشوف ان احنا على العكس تماما، مصر بقى احنا قابلنا تقريبا كل المرشحين للقب، يعني كل الفرق الكبيره والمرشحه للقب. كنا بنتكلم قبل البطوله على كوت ديفوار، على الكاميرون، على السنغال، المغرب، نيجيريا. مع بدايه البطوله طبعا ما شفنا مستويات المغرب ونيجيريا بقى مرشحين اللقب، والحمد لله قدرنا باستثناء ماتش نيجيريا نتفوق عليهم كلهم. وبالتالي من وجهه نظري مش هنشوف اصعب من اللي فات. او يعني هرجع لك اخد رايك تاني بقى، هجيب لك الارقام تاني عشان نتكلم فيها ونقراها مع بعض، بس اخد راي عطيه برده في رؤيته بشكل عام للماتش اللي جاي. طيب المواجهات زي ما حضرتك اتكلمت بين مصر والسنغال، عايز اقول لك ان كل المواجهات التاريخيه اللي فاتت دي حاجه، والثلاث ماتشات اللي جايين بين مصر والسنغال دي حاجه ثانيه خالص. احنا داخلين على مرحله او زي ما بيقولوا كده بالبلدي خناقه مع السنغال. انت عندك ماتش على امم افريقيا وماتشين على كاس العالم. انا احساسي الشخصي انه الثلاث ماتشات هيخلصوا بنفس النتيجه 1-0، بس هو مفيش خناقه ان شاء الله ولا حاجه. لا مش خناقه، يعني انا في علاقات مهمه جدا ما بين مصر والسنغال على مستوى اقتصادي، يعني في محاولات لتطوير العلاقات بشكل كبير جدا جدا، بس هي حكمت انك توصل في فرقتين اقوياء جدا وفرقه من الفرق المرشحه بشكل كبير جدا وسكواد غير عادي، اسماء تقيله جدا، وبتلعب على بطاقتين مهمين بقى، واحده كاس الامم الافريقيه والبطاقه الثانيه صعود كاس العالم. فكل المنافسات اللي فاتت زي ما حضرتك اتكلمت في اول الحلقه، قلت ان التاريخ لا يحكم المنافسات دي، او التاريخ لا يحكم بضروره ان هو يقف مع الصف الكسبان. وبالتالي احنا امام مباراه يعني فعلا من العيار الثقيل، ماتش امم افريقيا وماتش
كاس العالم. انا اعتقد ان الثلاث ماتشات دول هيخلصوا بنفس النتيجه 1-0 للثلاث ماتشات، بس انا ما اعرفش يعني مين اللي هيجيب يعني مين واحد ومين الصفر، بس انا اعتقد انه الثلاث ماتشات هيخلصوا بنفس النتيجه كده 1-0 1-0 بنفس النتيجه، لانه هتبقى ماتشات يغلب عليها طبعا ان انا اتحفظ عليه. كمان الفريقين عندهم دفاع قوي جدا، يعني لو بنتكلم عن السنغال من اول مندي كوليبالي الاسماء اللي موجوده بونصار وسيسي ناحيه الشمال، كل الاسماء خط الدفاع متكامل جدا. خط الدفاع المصري شناوي وجبل وينش وعبد المنعم ويمكن ارقام هائله جدا هنتكلم عنها كمان شويه بالنسبه للدفاع المصري. عمر كمال انت خلقت باك يمين من لا شيء، احمد فتوح اعاده اكتشاف واعاده اكتشاف نفسه ان هو يظهر بهذا المستوى لما يلعب على كل الخطوط، وبالتالي ثقتي اكتر في الجوانب الدفاعيه ناحيه منتخب مصر وناحيه منتخب السنغال انه يقدروا مش هقول ما يستقبلوش اهداف، ولكن هتبقى فرصه ان انت تسجل هدف في مصر او في السنغال فرصه صعبه جدا، وبالتالي بتوقع انه هيبقى فيها توفيق ان حد يخطف بس بجون او الماتش يروح ضربات جزاء.